المجتمعات. يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره. وقد كان الأطفال في قديم الزمان، ولا يزال الكثير منهم، لا تغفو أعينهم إلا على صوت الأم وهي تروي على مسامعهم الحكايات والقصص الخيالية. فالحكاية والقصة كانت ولا تزال رفيقة لنا. ونظرا لوجود كتاب القصة القصيرة والرواية في محافظة مسندم، وضمن اهتمامات دائرة التراث والثقافة في المحافظة، ومن خلال خطتها السنوية، استضافت الدائرة الكاتبة بشرى بنت خلفان الوهيبية لتنظيم حلقة عمل لإثراء كتاب القصة والمقال في المحافظة، وتعريفهم بأهم القواعد لكتابة القصة القصيرة والمقال. غالبية المشاركين هنا ما يملكوا خبرة سابقة، فإحنا من خلال هذه الورشة نحاول أن نعلمهم أساسيات كتابة القصة القصيرة والمقال، ونرفع من قدراتهم للناس الذين بدأوا أو عندهم خبرة سابقة في القصة القصيرة بالكتابة، بحيث نرفع نعزز خبراتهم لإنتاج أدبي أفضل. تخلقت القصة القصيرة من الخرافات والحكايات والحكم، وتطورت لتصبح نوعا أدبيا مستقلا. ومن خلال حلقة العمل هذه، ركزت الكاتبة على تعريف المشاركين بالفوارق بين القصة والحكاية والمقال وكذلك الرواية، كما ركزت على تعريفهم بمكونات القصة من البناء الدرامي والشخصيات والزمان والمكان. بينت لنا القواعد كتابة القصة وكذا، ونتأمل يعني معنا شباب بالورشة هذه طلبة مدارس، نتأمل أنهم يعني نشوفهم مبدعين يقدموا القصة القصيرة أو المقال. كما كان للمقال حضور مميز من خلال تعريف المشاركين بأنواع المقالات، وتعمقت المحاضرة بشرح خطوات المقال بدءا من خطوة ما قبل الكتابة وصولا لخطوة ما بعد كتابة المقال من مراجعة النص والتدقيق اللغوي. من الجميل أن نتعرف على الفرق بين القصة والرواية، أن أعرف الشيء المحتوى الذي أقرأه، أعرف أن أقدر أقيم، أستطيع أن أقيم المحتوى الذي أقرأه من هل هو جيد أم غير جيد. تستمر فعاليات وأيام حلقة العمل على مدى 3 أيام، لتختتم بعرض تطبيقات على نماذج من القصة القصيرة وأخرى للمقال من المشاركين، ومناقشتها والاستفادة مما دار في أيام الحلقة في تطبيقه على هذه النماذج، وخروجهم بفوائد علمية تثريهم في تجاربهم المستقبلية في كتابة القصة والمقال. جهود حثيثة ومتواصلة من دائرة التراث والثقافة بمحافظة مسندم لإبراز المواهب وإبراز الخبرات لدى بعض الشباب المشاركين في مختلف المجالات والتخصصات. وما هذه الورشة إلا جانب آخر من الجوانب الأدبية التي تركز عليها دائرة التراث من خلال محاولة لإبراز وإظهار وجوه جديدة في مجال القصة القصيرة والمقال. نجم عبد الله الشحري من ولاية دبا محافظة مسندم.